والله اجيب خضره، فلقيت البتاع بيتكتب، قلت لا ده انا هبوس رجله. والله لو هشغلها بس انا هبوس رجلك. اسال على ابوها محترم في المحافظه كرشيت، تقول العامل ايه؟ فاهم ليتك فاهم ليتك. ده انت ما تعرفش عند القلب ونزلت جري. انا اصدق المحافظ، انا اصدق المحافظ. المحافظ امير. ودي يا استاذ ابراهيم اعرف الاهم بتاعه وتعرف البيت اهم حاجه. ما فيش دعوه بيها دي بتاعتنا البيت. انا عندي القلب وعندي خد ده على بس البيت. هي بقت بتاعتنا البيت. بنتك انت، هي طالعه شكلك بنتك انت.